تصدر خبر وفاه السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه وخبر اعلان الحداد في البحرين والدول المجاوره ثلاثه ايام وتنكيس الاعلام تصدر الصحف البحرينيه والخليجيه كما استذكرت الصحف مناقب الفقيد ودوره الدولي الفاعل في نشر ثقافه التسامح والتعايش واستذكروا ما تحقق من منجزات نهضويه وتنمويه للسلطنه خلال فتره حكمه واشار عدد من الكتاب الى الارتباط الوثيق بين السلطان الراحل وشعبه. حيث تجلت معالم ذلك الارتباط باللقاءات العديده من المو... مع المواطنين والاستماع الى مطالبهم واستذكر الكتاب مسيره النهضه التي اختطها السلطان قابوس والاصلاحات التي تحققت في عهده على جميع الصعد